اهلا اعزائي المشاهدين ارحب بكم اجمل ترحيب في حلقه جديده من برنامج ليكن نور بصلي من كل قلبي انه نلقي الضوء على موضوع في غايه الاهميه في هذه الحلقه بعنوان من يقدر ان يغفر الخطايا وهذا سؤال من اهم الاسئله اللي ما زالت الناس حول هويه وشخصيه يسوع المسيح هل فعلا يسوع المسيح يقدر ان يغفر الخطايا لربما انت واحد من فريقين الفريق الاول كما فعلوا في ايام المسيح جماعه الفريسيين المتدينين والكتبه قائلين انه يتكلم بتجديف والبعض الاخر اللي شافوا المعجزه وحضروها ولمسوها بأم عيونهم فامنوا وصدقوا كلام يسوع المسيح. من يقدر ان يغفر الخطايا؟ وبتعرفوا احبائي اذا اكتشفنا انه المسيح يقدر ان يغفر الخطايا هذا بقودنا لقرار من اثنين اما ان تؤمن به وتضع كل ثقتك وكل حياتك في هذه الشخصيه الفذه الفريده من نوعها شخصيه يسوع المسيح الكامل او ترفضه رفضا باتا. ما في حل وسط، ما في مجرد انك تحاول تعمل تاويل او تحريف او تحوير او تزوير للكلمات فالموضوع واضح في غايه الاهميه. أنا بدعوكم حتى تشاهدوا معي هذه الحلقة اللي رايحين نلقي ضوء على هذا الموضوع كما قال الله ليكن نور بصلي أنه نور المسيح فعلا اليوم يسطع في حياتك، ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير. اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون ليكن نور على القناه الفضائيه قناه الحياه وحديثنا في هذه الحلقه عن سؤال موجه من يقدر ان يغفر الخطايا اسمحوا لي في البدايه ان اقرا بعض الايات من بشاره مرقس البشير طبعا من الانجيل المقدس راح اقرا من الاصحاح 2 ومن الايه الاولى ثم دخل كفر نحوم ايضا بعد ايام فسمع انه في بيت وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب فكان يخاطبهم بالكلمه وجاءوا اليه مقدمين مفلوجا يحمله اربعه واذ لم يقدروا ان يقتربوا اليه من اجل الجمع كشفوا السقف حيث كان وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده فللوقت شعر يسوع بروحه انهم يفكرون هكذا في انفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم ايما ايسر ان يقال للمفلوج مغفوره لك خطاياك ام ان يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلم ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج لك اقول قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما راينا مثل هذا يبارك لنا الرب كلمته على مسامعنا من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده وهذا طبعا استنتاج صحيح وصواب ايضا انه فعلا هذه الصفه فقط لله الله وحده الذي يغفر الخطايا بنسمع في مزمور 103 مكتوب باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل امراضك الرب بارك يا نفس الرب الذي يغفر جميع ذنوبك هذا فقط من حقوق الله الله له الحق وحده ان يغفر الخطايا في النبي ميخا مكتوب في الاصحاح السابع والايه 18: من هو اله مثلك غافر الاثم وصافح عن الذنب. ثم الله يتكلم في اشعياء اصحاح 43 مكتوب: انا انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطاياك لا اذكرها. ثم بيتكلم في الاصحاح اللي بعده اصحاح 44 مكتوب قد محوت كغيم ذنوبك وكسحابه خطاياك ارجع الي لاني فديتك فالتشخيص وتحليل الكتبه ورجال الدين كان صحيح من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده وعندما جاء يسوع المسيح الى بلده كفر نحوم على بحيره طبريه هناك دخل في بيت وكانت الجموع تزدحم حول الرب يسوع المسيح حتى امتلا البيت وما حول البيت وكل الزقاقات التي تقود الى هذا البيت فجاء اربعه يحملون انسان مريض على طبعا على فرشه وحاولوا أن يدخلوا بين الجمع كان الجمع مزدحم وحتى الباب كان يعني مسكر بسبب الجموع الكثيره كل بيت عاده في ارض فلسطين قديما انه تدخل للدار الساحه الخارجيه الفسيحه وفي حول البيت في درج في سلالم اللي بيطلع على ظهر السطح لسببين السطح كان يستخدم لتجفيف الموارد مثل مثلا السمسم والقمح وامور اخرى بيستخدموها او احيانا في الصيف للنوم على ظهر السطح والسبب الثاني انه بيتحايدوا دار الحريم حتى يمروا ما يشوفوا منطقه النساء بيطلعوا من ظهر السطح من فوق هؤلاء الاربعه اللي كانوا بيحملوا المفلوج طلعوا على ظهر السطح وكان في الاجر اللي هو عباره عن زي بلوكات او بريكس من طين مع القش بيكون مخبوز محطوط على طبعا اخشاب اللي ممكن من السهل انك تشيله وطبعا هذا يسبب تساقط بعض الغبره حيث كان المسيح واقف ف مش هذا كان المهم المهم كانوا مصرين وكانوا مصممين أنه ينزلوا المفلوج حيث يوجد يسوع أو مكان يسوع في الوسط وفعلا لما دلوا المفلوج المسيح بيتكلم عبارة وبيتكلم بتشخيص وحالة هذا المرض أصعب بل أخطر من الشلل الجسدي اللي ما بيقدر يتحرك منه. فقال عباره اللي هزت السامعين، قال: يا بني مغفوره لك خطاياك، والقصه طبعا موجوده في انجيل لوقا الاصحاح الخامس، وموجوده في انجيل لوقا الاصحاح التاسع، في مكان بقول يا انسان يا بني مغفوره لك خطاياك. طبعا الناس اللي اللي عم تسمع يسوع شو عم بيعمل إنه يتكلم بتجديف طبعا الكلام صحيح بحسب ما مكتوب في الكتاب المقدس لا يقدر أحد أن يغفر الخطايا إلا الله وحده وهذه من خصوصيات أو أخص خصوصيات الله اللي مش ممكن يشاركها مع أي شخص آخر كما إنه مش ممكن يشارك أخص خصوصياته مثل موضوع الخلق فالمسيح فعلا اثبت سلطانه على الخلق اثبت سلطانه على الشياطين على الارواح الشريره اثبت سلطانه على المرضى بيشفيهم واثبت سلطانه على الريح والامواج الهائجه هدأ الرياح ومشي على المي وهنا بيظهر سلطانه انه بيغفر الخطايا قال يا بني مغفوره لك خطاياك فكان استنتاج الجماعة من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده كرد المسيح قال لماذا تفكرون هكذا في قلوبكم في إنجيل آخر بقول شعر في روحه عن ماذا يفكرون لماذا تفكرون هذا في قلوبكم لاحظ المسيح لم يعترض على السؤال بل برهن انه ليس مجرد كلاما ولا قولا بل فعلا يقدر ان يشفي المفلوج وانه اثبت كلامه بافعاله انه يقدر ان يغفر الخطايا لو قلنا انه المسيح قال مغفوره لك خطاياك انه ربنا يغفر لك لقلنا انه اوكي عم بيعطي الحل لالله لا لكن بيتكلم بسلطان لاهوته ان يغفر الخطايا وهذا موضوع ومسألة مهمة جدا ومسألة مصرية أيضا أن هذا الشخص اللي بيتكلم بقول له أيها الشاب لك أقول قم هو نفسه عم بيقول مغفورة لك خطاياك إنه سلطان غير عادي هذا السلطان هو سلطان إلهي أو كما قال يسوع بجدارة دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا فالمسيح هو الذي يرسل الأنبياء والمسيح هو الذي يرسل التلاميذ والمسيح هو الذي يرسل الروح القدس وهذا إن دل على شيء بدل على سلطان غير عادي فقط الله اللي بيغفر الخطايا ليش الله فقط لأن الخطية هي إهانة موجهة ضد الله مباشرةً فالخطية هي رفض لله والخطية هي تقول لأ الله أنا مش عاوزك أبعد عنا والخطية هي ضد مجد الله ضد حضور الله ضد كمال الله ضد سلطان الله اللي على الأرض هو هي إهانة لله بكل معنى الكلمة فإذا كانت الإهانة والخطية موجهة لله فقط الله هو اللي بيغفر الخطايا والسؤال هل غفر للمفلوج الجواب نعم مية في المية لأنه قال يا بني مغفورة لك خطاياك وعندما اعترضوا على كلام المسيح قال لهم أيما أيسر أن يقال لهذا المفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم احمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلم أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا لك أقول قم احمل سريرك وامشي واذهب إلى بيتك لو المفلوج ما تشفى من كلام المسيح مجرد كلام وهون المسيح عن بي بيثبت صدق دعوته المؤيده والمبرهنه بايات ومعجزات وبحسب بشاره لوقا بيبتدي بيقول لان قوه خرجت من المسيح لشفائهم اي ان قوه الشفاء هي ملازمه بل كائنه بل كامنه في شخص المسيح يسوع اي بكلمات اخرى حيث وجد المسيح وجد الشفاء حيث وجد المسيح وجدت البركه فليس مجرد اقوالا لكنه فعل فعلا وهذا الغفران هو غفران كامل لهذا المفروج لانه اطاع طاعه كامله فعلا هو كان محمول على الفراش حمل الفراش وامام الجميع شهاده امام الجميع ذهب الى بيته مشفيا يعني مكتوب وللوقت يعني تتخيل كانه خلق يعني تيشيوز خلق أعضاء خلايا دم شيء جديد بيمشي في جسد هذا الإنسان تشددت العضلات وتقوى هذا الجسد لدرجة أنه استطاع أن يحمل مصدر الضعف صار مصدر قوة أو نقطة الضعف صارت مصدر قوة في حياته أمام الجميع حمل الفرشة وراح للبيت ومجد الله والناس قالوا ما رأينا مثل هذا قط في موضع آخر اتعجبوا من اللي فعله يسوع المسيح فالمسيح إذن أثبت أنه هو الله بتعرف حبائي لما بتقرأ في الكتاب يعني هاي واحدة من الإثباتات للاهوت المسيح مش بس غفران الخطايا الخلق أنه يستطيع أن يخلق وأن يغفر وأن يرسل الروح القدس ويستطيع أن يعطي الوعود ويمنح السلام وهذا كله من اختصاصات من اختصاصات الله في عدة مواقع نشوف أن المسيح قادر أن يغفر الخطايا في هذه القصة قصة المفلوج المسيح استطاع أن يشفي فلج ومرض هذا الإنسان لكن اكتشف العلة الحقيقية في هذا الإنسان هو الخطية والخطية اللي كانت سبب لمرض ولحالة هذا الفلج مش بس شلل الإرادة لكن شلل في الروح يعني مش قادر يعني لأنه في مرض روحي كان لازم يعالجه الرب يسوع المسيح وهذه ليست فقط المعجزة اللي بتثبت أنه المسيح يقدر أن يغفر الخطايا في مرة ثانية كان يسوع موجود في بيت واحد اسمه سمعان والقصة ايضا موجودة في انجيل لوقا اصحاح سبعة والمسيح بيغفر لامراة خاطئة هذه المرأة جاءت وقفت عند قدميه من ورائه باكي عم تبكي والدموع عم تنهمر وعم تنزل على رجلين يسوع حيث كان جالس يسوع وابتدات تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر راسها وتقبل قدميه وتدهن بالطيب فلما راى الفريسي الذي دعاه ذلك تكلم في نفسه قائلا لو كان هذا نبيا لعلم من هذه الامراه التي تلمسه وما هي إنها خاطئة والرب يسوع قال له في عندي شيء أقوله تكلم عن واحد كان مداين لأشخاص اثنين واحد مديون بخمسمائة دينار والثاني مديون بخمسين دينار فبقول له وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا فقل أيهما يكون أكثر حبا له فأجاب سمعان وقال أظن الذي سمحه بالأكثر فقال له بالصواب حكمت ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان أتنظر هذه المرأة إني دخلت بيتك وماء لأجل رجلي لم تعطي وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني وأما هي فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن راسي واما هي فقد دهنت بالطيب رجلي من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيره لانها احبت كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا ثم قال لها مش بس بيتكلم مثل ما ادعى البعض انه بيتكلم بصيغه المبني للمجهول لاحظ الكلمه شو بقول هنا رب يسوع ثم قال لها مغفوره لك خطاياك فابتدا المتكئون معه يقولون في انفسهم من هذا الذي يغفر خطايا ايضا فقال للمراه ايمانك قد خلصك اذهبي بسلام السؤال ايضا سالوا في هذا الموقع لكن مش بس غفر الخطيه منحها السلام غفر للمراه الخاطئه والمره الثالثه احبائي لما كان المسيح على الصليب قال يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون لا يعلمون ماذا يفعلون وبعدين حتى يثبت قدرته على الغفران واحد من اللصين تاب وقال له ليسوع المسيح اذكرني متى جئت في ملكوتك قال له اليوم تكون معي في الفردوس مش بس غفر الخطايا أعطاه منحه السلطان أنه يكون معاه بعد لحظات من موته يكون معاه في الفردوس تعجبوا من هذا الذي يغفر الخطايا أيضا المسيح لم يصحح رأيهم لكن وافق على كلماتهم بإثبات نفسه عن نفسه واثبت عن نفسه بغفران الخطيه في الحاله الاولى شفى الانسان من مرض الفالج وهذه المراه الخاطئه خرجت مستمتعه بسلام المسيح وزي ما جاء بعد القيامه توما اللي ما صدق قال ربي والهي لم يعترض المسيح على كلام توما لكن اكد لتوما أنه فعلا الحي إلى أبد الآبدين، كما يقول عنه الكتاب، قال له تعال حط إصبعك، وكان دليل كافي أنه توما يؤمن بيسوع ويقول هذه العبارة ربي وإلهي، ألاحظ على فكرة المسيح قبل السجود، المسيح لم يعترض مرة واحدة عندما كان يأتون إليه، في مرة شفى إنسان مولود أعمى، وهذه الصفة لا يستطيع أن يعملها إلا المسيح وحده هذا المريض في يوحنا تسعة جاء ليسوع بعد ما طردوه من المجمع سألوا يسوع أتؤمن بابن الله يعني أنت واقف أمام الله قال له من هو يا سيد لأؤمن به أجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو وهذا طبعا تأكيد لكلمة أهيا الذي أهيا في خروج ثلاثة وهذا تأكيد قاله في إشعياء 43 حينئذ تفهمون إني أنا هو وعندما قال يسوع ومتى رفعتم ابن الإنسان حينئذ تفهمون إني أنا هو وهل أن يتكلم مع هذا المولود الذي شفي من العمى منذ ولادته أتى وسجد له سجد للمسيح لم يعترض المسيح على هذا الشيء تعرفوا مريض بركة بيت حزدة كان له 38 سنة جاء يسوع وسأل هذا السؤال أتريد أن تبرأ؟ أجاب المريض وقال له يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدام آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فقام في الحال وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت. وعندما سالوا هذا المريض من هو الانسان لاقاه يسوع المسيح في منطقه الهيكل في اي 14 و15 في نفس الاصحاح يوحنا 5 قال له اذهب ولا تخطئ لئلا يكون لك اشر. ففعلا كان المرض في هذا المريض كان المرض الروحي، كان لازم يتعامل مع خطية هذا الانسان. وبتعرفوا في مرة كمان يسوع كان في منطقة الهيكل في يوحنا 8، أحضروا امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني. وفعلا المسيح بعد ما قال من منكم يبكتني على خطية، بعدين قال في عبارة ثانية: من منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر؟ طبعا ترك المكان من الكبير للصغير. سالها يسوع: يا امراة، اما دانك احد؟ قالت له: لا يا سيد، ولا انا ادينك. اذهبي ولا تخطئي. يعني هون ما بررش الخطية، قال لها اوكي، انا بسامحك، بغفر لك، لكن اذهبي ولا تخطئ اخوتي واخواتي فعلا غفران كامل للمراه التي امسكت وهي تزني بدون ما يكسر الشريعه او ناموس موسى وبدون ما يكسر قوانين الرومان في تلك الايام وحفاظا على هويته وشخصيته فعلا استطاع ان يبرر هذه المراه التي امسكت بالخطيه وان يمنحها طبعا الغفران وأن لا تشعر بثقل الذنب والشكاية أنها خرجت بسلام كانت قوة الرب لشفائهم في أي مكان بكون يسوع موجود وأنا بدعوك اليوم إذا الإنجيل المقدس بيثبت بشكل واضح أن المسيح يقدر أن يغفر الخطايا فالسؤال لماذا لا تاتي ليسوع المسيح ساعود بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معي اهلا اعزائي المشاهدين انتم تشاهدون ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقه من يقدر ان يغفر الخطايا وطبعا الاستنتاج انه فقط الله وشفنا انه يسوع يغفر الخطايا فاذا يسوع هو الله هذا ليس تجديف على فكره ولا انه مجرد المسيح انسان واحنا الهناه لا اوعك تفكر انه المسيحيه جماعه من الجهله ولا الكفار لا 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 المسيحي لما بيقرا الكتاب المقدس وبعدين يعجب في طهاره ونقاوه يسوع المسيح يعجب في كمال المسيح فهذا الغفران مؤسس اولا على كمال المسيح مكتوب جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه فلازم يكون شخص كامل يقدم نفسه حتى يستطيع انه يغفر الخطيه كما كتب الرسول يوحنا مكتوب يا اولادي اكتب هذا اليكم لكي لا تخطئوا وان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح لاحظ الكلمات البار البار يسوع المسيح البار وهو كفاره لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لكل خطايا العالم الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه فهذا احبائي مبني على كمال المسيح المطلق الكامل وعلى ذبيحه المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطيه العالم فاي شيء حتى تكتمل الصفات الالهيه والعداله الالهيه لازم يكون في دفع ثمن للخطيه لان احبائي مكتوب اجره الخطيه هي موت اما هبه الله فهي حياه ابديه وطبعا مثل ما قال في سفر الجامعه ليس انسان صديق ولا يخطئ اذ الجميع أخطأوا يقول الكتاب واعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد يقول النبي داود هَأَنَذَا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بأمي يقول النبي من البطن سميت عاصيا يقول الرب هل نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج وإن كانت حمراء كالدودة تصير كالصوف فاذا الله بيدعو يعني للمحاوره مين اللي ممكن يغفر الشخص والذي ينبغي ان يكون كامل وانسان كامل يرضي العداله الالهيه ويوفي المطالب الالهيه من ناحيه ثاني يستطيع ان يكفر عن كل خطايا البشريه فاذا كمال المسيح وهذه قوة أحبائي تعرفوا هو كل شيء بعبر عن يعني في نفس القصة بتعبر عن سلطان لاهوت المسيح منشوف علمه الغير محدود علم ايمان الاربعه ايمان المفلوج علم افكار الفرسيين والكتبه وهكذا عندما كان في بيت سمعان عرف فكر سمعان شو حتى عم بفكر تجاه يسوع المسيح وهكذا احبائي بتشوف عنده المعرفه لماذا تفكرون هكذا في قلوبكم بتشوف سلطان غير محدود بيغفر الخطايا بيشفي المفلوج بيؤمر انه يروح للبيت يقوم في الحال سلطان ظاهر امام الجميع لك اقول قم بيتكلم بسلطانه الخاص بعدين بنشوف طريقه الحكم حكمته الغير محدوده انه شاف الحاجه الحقيقيه يعني شو الغرض انه طب ممكن يشفيه بقول له قم احمل سريرك لكن عنده مشكلة روحية رح يرجع للمرض بسبب خطيته فكان لازم يتعامل ويعالج الخطية الأصلية في حياة هذا الإنسان بتشوف أنه عم بيعلن عن ذاته بيعلن عن نفسه أنه ابن الإنسان واحدة من مواصفات ابن الإنسان مش بس بيجي مرة تانية وأنه رب السبت في هذا المكان بيغفر الخطية وهي الكلمه على فكره نبوه في سفر دانيال وفي الاناجيل مذكوره 80 مره وذكرها طبعا استفانوس الشهيد الاول لما بيتكلم عن يسوع في السماء كيف انه شاف ابن الانسان فاستعملت احبائي واستطاع المسيح فعلا ان يقيم هذا المريض له سلطان على الارواح له سلطان على الطبيعه، له سلطان على الامراض، له سلطان على الغفران الخطيه، وله سلطان فعلا يحقق مقاصد الالهيه. مش بس يعني المسيح تكلم عن نفسه، التلاميذ تكلموا عنه، فليكن معلوما عندكم ايها الرجال الاخوه انه بهذا ينادى لكم بغفران خطايا ينادي يعني بيسوع المسيح اعمال اصحاح 13 ايه 38 الرسول بطرس بيتكلم بيقول واوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين من الله ديانا للاحياء والاموات ديان له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا هذا الغفران احبائي هو عمل كامل عمل المحبه عمل الرحمه وعمل النعمه الالهيه وهذا الغفران لا نستحقه لكن المسيح انعم علينا يقول الرسول بولس الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا افسس اصحاح واحد اية سبعه الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا كلوس الإصحاح الأول آية 13 وآية 14 هذا الغفران مبني على أساس المسيح دفع الثمن ثمن خطاياك وثمن خطاياي حتى انت وانا نتبرر امام الله وعندما ينظر الله الينا بينظر الينا من خلال عمل المسيح الكامل وذبيحته الكامله لانه فعلا هو حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. اخوتي واخواتي الخطوط مفتوحه امامكم راح اخذ بعض المكالمات لكن ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل حتى اخذ مكالماتكم من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده. المسيح اثبت انه يقدر ان يغفر الخطايا والنتيجه انه فعلا تعجبوا وامنوا بيسوع المسيح. من يقدر ان يغفر الخطايا؟ اذا عندك اي مداخله، اي سؤال، اي استفسار، انا بدعوك انك تتواصل معي في هذا الوقت. خليني اخذ المكالمة الأولى من الأخت نهال أهلاً وسهلاً أخت نهال اتبعان على الهواء بيك أسيس نزار ربنا يباركك فعلا موضوع النهاردة في غاية الأهمية وأنا يعني عايز أقول أنه لب الحياة الأبدية كله لأنه من غير غفران خطايا ما فيش خلاص ولو ما فيش خلاص يبقى ما فيش حياة أبدية فنفسي أفك جملة حضرتك قلتها كده وبعدين هسأل سؤال حضرتك قلت كمال المسيح عايز أقول أنه المسيح هو اللي برأي جميع الأديان بلا خطيه بذلك هو الوحيد واحط تحت الوحيد خطين لي سلطان على غفران الخطايا حتى أهل العالم بيقولوا لنا فاقد الشيء لا يعطيه فلو في واحد بخطايا ما يقدرش يعمل العمل وهنا بدخل للسؤال بتاع الآية بتاعت في أشعياء بيقول أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها وإحنا طبعا المتكلم هنا الله الآب وإحنا كمسيحيين عشان بنؤمن أن الله ظهر في الجسد أي يسوع المسيح وحضرتك ذكرت أنه عندما شاف يسوع المفلوج نقول ان يسوع هو الله لكن بالنسبه لاي مشاهد مسلم بيقول ما فيش احتياج للمسيح ولا صليبه ولا غفرانه لانه اللي كان بيغفر في العهد القديم زي الايه اللي اقتبستها دلوقتي في اشعياء هو الله الان <applause> فباختصار ايه اللي اضافه المسيح بموته على الصليب لو انه كان في العهد القديم كان بيغفر الخطايا اني anyway او حتى يعني صاحبتي المسلمه قالت لي كده بحصر قالت لي ان الله غفور رحيم عندنا فايه لزوم المسيح مم. ولما قلت لها انه في عندكم ايه اسمها فديناه بذبح عظيم يعني لازم تكون في ذبيحه قالت لي طب ما هو الله كان بيغفر الخطايا من غير ذبيحه في العهد القديم فنفسي حضرتك توضح مم. الحته دي وربنا يبارك شكرا كتير على هذا السؤال وفعلا سؤال كتير كتير مهم من الاخت نهال هل يقدر الله ان يغفر وهل يلزم انه يكون في ذبيحه حتى الله يغفر الله مش هو القادر على كل شيء او على كل شيء قدير يستطيع ان يقول كن فيكون طبعا كل هذا اذا لاحظتي اخت نهال انا تكلمت عن كمال المسيح فلازم يكون في شخص كامل ما فيش اي واحد في العهد القديم كامل الا الله وكمالة هذه الآية ارجع إلي لأني فديتك في بداية الإصحاح في إشعية 43 الآية الأولى مكتوب لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي فإذا لازم يكون الله اللي بيغفر والله حط الشروط لهذا الغفران دايما على أساس الذبيحة في العهد القديم أو في العهد الجديد في العهد القديم كان بيستخدم الذبايح لكن برضو حتى لما الدافع كان غير سليم وغير صحيح يعني قال الرب بجواب يعني هل لي كثرة ذبائحكم مش عاوز الذبايح الفكرة أنه الذبيحة أنه يكون الإنسان الاعتراف والتوبة وأنه فعلا يلتجئ بس انه الذبيحه هو التعبير عن سفك دم لانه نفس الحياه هي في الدم مثل ما مكتوب في سفر اللويين فمن بدايه الايام من ادم بنشوف في ذبيحه نوح اول ما بيطلع من الفلك في ذبيحه ابراهيم في ذبيحه انت اقتبست الايه اللي بتقول وفديناه بذبح عظيم هذه كلمه كبيره العظيم واحده من الصفات الله فما فيش أي ذبيحة وبكررها الرسول في العبرانيين مكتوب وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه فوجد فداء أبديا يعني دم تيوس العجول عن إيه بدي كفره يعني حتى اللي بيذبح الذبيحة كان بحط إيديه على الذبيحة كأنه بتنتقل الخطية إلى الذبيحة وكان لازم يعملها بالإيمان إذا حتى جاب الذبيحة بدون إيمان الذبيحة باطلة، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه، فكل الموضوع في ذبيحة، لكن مع الذبيحة في إيمان. فبطلت هاي الذبايح في العهد الجديد مهمة إلنا، لأنه المسيح الكامل البار فدى نفسه، قدم نفسه فدية عن كثيرين. وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فاذا هاي الفديه وهذه الذبيحه ذبيحه يسوع المسيح صار لنا الثقه الدخول الى الاقداس بدم يسوع المسيح اللي مات مره واحده فوجد فداء ابدي فهذا هو الموضوع لازم يكون في ذبيحه في العهد القديم بالايمان كانت تقدم ذبائح في العهد الجديد ما فيش ذبائح لكن في ذبيحه المسيح كيف انا بقبل ذبيحه المسيح برضه بالايمان على اساس ايماني بيسوع المسيح وعمله الكامل الكفاري على الصليب شكرا يا اخت آه نهال خليني اخذ آه مش عارف نعمان من لبنان آه اهلا وسهلا اخ نعمان تفضل الاخ نعمان انت معنا على الهواء طيب آه راحت المكالمة فضلك ارجع اتصل معنا مرة تانية يا أخ نعمان بعتذر أنه راحت المكالمة خليني أخذ الأخ جورج الأخ جورج من كندا تفضل سلام الرب يسوع أخي نزار الرب يباركك ويبارك المواضيع اللي أنت بتجيبها موضوع شيق وهو الموضوع الصخرة الحقيقية اللي اللي نحن كلتنا إيماننا يعتمد عليها. أنا بس كد... اللي اللي أنت تكلمته كافي ووافي وشافي، آه يعني ما في أي ما تركت أي ثغرة بصراحة، وأنا على الكلمات اللي بدي أقولها صرت حتى أنت دخل فيها، اللي كنت بدي أقوله وأشارك فيه أنه الرب يسوع لما نقول هو الذبيحة مو بس أنه صار ذبيحة اساسية للبشرية كلها، من يستطيع ان يفعل ذلك الا اذا كان هو الاله المتجسد، لان خالق البشرية هو الذي يستدي... يستطيع ان يفتدي البشرية. مم. لا يستطيع اي انسان واي واي نبي على الكرة الارضية ان يفتدي البشرية الا اذا كان خالقا مم. للبشرية. الشيء الثاني اللي كنت بدي اقوله اخي نزار انت ما بعرف اذا تكلمت بس عن الانسان الابرص الذي كان يبتعد عنه حتى الأنبياء القدماء كانوا يتركونهم دائما خارج المحلة وخارج القرية إلى كانوا طبعا بعضهم كانوا يشفر طبعا بالصلاة ومعجزة الله أما الرب يسوع تقدم إليه ولمسه ويقول وعندما لمسه شفي تماما لأنه كان نجس الإنسان الأبرص أما لأن الله هو قدوس فالقدوس لا يتنجس وفعل هذه المعجزه وغفر له خطاياه وكنت بدي اقول شيء ثاني يقول في اصحاح يوحنا خاصه الاصحاح الثامن اخي نزار ثقيل والدسم يعني كل كلمه تعبر عن الوهيه الرب يسوع. يقول انا هو الشاهد في انجيل يوحنا الاصحاح 18 يقول انا هو الشاهد بنفسي ويشهد لي الاب الذي ارسلني فقالوا له اين هو ابوك؟ جاب يسوع لستم تعرفونني انا ولا ابي لو عرفتموني لعرفتم اني اني ابي ايضا. بعدين يقول في في نفس الاصحاح يقول يقول انا هو أنا هو في ال 24 فقلت لكم أنكم تموتون في خطاياكم لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو تموتون في خطاياكم فقالوا له من أنت فقال لهم يسوع أنا من البدء أكلم ما أكلمكم به أيضا به أخي نظام نحن نمر عليه مرور الكرام يقول من البدء يعني مش مش إنه البدء يوم اللي اختلق أو مم. يوم اللي يوم اللي بدأ آآ يعني آآ يقول آآ يبشر ولكن من البدء عن طريق الأنبياء لأنه كان هو من البدء لأنه كمان قال مثل ما قالت الأخت نهال في كمان في ال 46 على 46 قال من منكم يبكتني على خطيه لانه ما في حدا يبكته على خطيه وبعدين مثل ما قلت انت يا اخي نزار عمليه الخلق وعمليه الفداء عمليه الغفران وبعدين الوحيد الذي كان من فوق اما البقيه فكانوا من تحت امين واشكرك أه وصلت المداخله شكرا جزيلا شكرا جزيلا, شكرا جزيلا. اخوي جورج ربنا يباركك في عندي مكالمه على السكايب من الجزائر اهلا وسهلا اخوي من الجزائر تفضل اخوي على السكايب شيرين تفضلي اهلا وسهلا الو مساء الخير اخي نزار مساء الخيرات اهلا وسهلا يا اختي يبارك اخي شكرا كثير أنا عابرة من الجزائر أهلا وسهلا فيك ربنا يباركك ويحميك شكرا شكرا آمين حبيت أعرف أخي نزار إذا كان الإنسان دائما يغلط في نفس الغلطة هل الله هل الله راح يغفر له آه يعني الكتاب المقدس بيقول في رسالة يوحنا إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا ولكن ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. طبعا خلي في بالك يا اختي انه الانسان اللي بيولد ولاده روحيه من فوق بصير عنده طبيعه اللي بتشتاق للبر والقداسه واللي بتحب تمجد الله. لكن من ناحيه ثانيه في الطبيعه القديمه هذه الطبيعه يعني بيكون في صراع بين الطبيعتين الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح لكن اذا الانسان بيستمر بالخطيه وبيتمادى على الله لازم ندرك هل هو فعلا طلب الله من كل قلبه واذا الانسان يصر اصرارا على خطاه الله بمحبته الله بنعمته اكيد راح يعمل شيء اللي يهز حياته اللي هذا احنا بنسميه التاديب هذا التاديب انه بي الله بي بيسمح له يمر في ظروف صعبه وحتى في النهايه مكتوب والبعض يرقدون يعني ممكن الله يتسبب انه ياخذ حياته عشان ما يخسر ابديته ولا ما يخسر نفسه فهذا مهم حلو. جدا يا اخت سرين شكرا اخ نزار شكرا ربنا يباركك ربنا يباركك, يباركك وانت مؤمن بالرب يسوع اكيد شاء الله امين امين يا اخي الرب يباركك شكرا كثير أه. وربنا يحميك الله, الله يخليك ويحميك ويثبتنا على خطاه امين امين على طريق. شكرا كثير نهارك سعيد خليني ارجع للاخ أه. نعمان اهلا وسهلا اخ نعمان من لبنان تفضل انت معنا على الهوا اهلا اهلا فيك يا اخ نزار اهلا فيك اهلا بك ربي يباركك ودائما يستخدمك لمجلس اسمه وباستجاب النفوس البعيدة شكرا أنا اليوم حقيقة حابب بمداخلة صغيرة بس فضل أتكلم عن شخصية الشخصية التي نسميها يسوع المسيح بغض النظر هالشخصية هي فيكشنال ولا هي حقيقية إذا بنقرا الكتاب المقدس نجد المسيح في جميع جوانبه كامل ولا يخرقه اي ثغره من اي ناحيه وبالتالي ولا اي خطيئه ولا اي خطا وبالتالي اذا كانت هذه الشخصيه هي بهذا الكمال فهي لابد ان تكون الهيه واذا كانت هذه الشخصيه الهيه معناتها في يا اله واحد يا الهين ولما بكون في الهين ما اله كامل واحد معناتها يا بكون المسيح هو الله بالكمال الذي هو فيه مي... قال من قال أن الكتاب محرف قال من قال أن شخصية المسيح هي شخصية وهمية لكن هل يا ترى الإنسانية تقدر أن تكتب وتخلق هكذا شخصية أشك جدا معناتها نعم. لكن المسيح هو شخصية واقعية وهو كامل كما هو كامل في, جو... في جميع جوانبه ولا خطية فيه وبما انه لا خطيه فيه فهو الله الذي ظهر ولماذا لا خطيه فيه لان الخطيئة هي معصيه إرادة الله فكيف يمكن أن يكون الله يعصى ذاته ويخطئ أنه مهما هو تصرف هذا هو تصرف الله فلا خطيئة فيه وبالتالي الأخوة كلهم الذين يبحثون عن الحق فتشوا عن شخص في كل الأديان روحوا ابحثوا في كل مفارق الارض عن شخصيه بهذا الكمال واذا حصلتوا نص ربع جزئيه من من كمال المسيح اعبدوه وعلى مسؤوليتي انا ولكن لن تجدوا سوى المسيح في هذا الكمال هو الله الذي ظهر في الجسد وهو الذي حل بيننا له كل المجد. شكرا جزيلا أشترك. اخ نعمان ربنا يباركك حبيبي وكما قال احدهم يعني بالتعبير البسيط لما درس عن شخصية المسيح وانصدم من هذه الشخصية العجيبة قال هذه العبارة إلكوا حق تعبدوه إلكوا الحق تعبدوه فعلا شخصية عظيمة جدا خلينا نأخذ حبيبنا أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا أبو مهند تفضل أنت معانا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات تحية محبة للأخ الغالي الأخ العزيز نزار يا شايف. هلا يا هلا أبو مهند أهلا بك حبيبي تفضل مغفور مغفور الدم طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته مزمور 32 واحد صح الكتاب المقدس يشير إن إلى أنه في المسيح يسوع لنا الفداء بدمه غفران الخطايا وردت في كولسي واحد أربعة نعم نحن الذين قبلنا الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتنا نتمتع بتلك الحرية عينها حرية الخلاص من الدينونة الأبدية للخطيئة كما ورد في رومية ثمانية واحد كما أننا نستطيع أن ننال يوميا غفران خطايانا ونتطهر من كل إثم وردت في يوحنا الأولى واحد تسعة قال الرسول بولس بان الخلاص يعطينا هذه الفوائد الاضافيه ايضا التبرير كما وردت في روميا 3 24 والسلام مع الله وردت في روميا 5 1 فمن الخطا ان نفكر بان الله يتغاضى عن خطايانا بس أبو مهند. ابو مهند دلوقتي. ابو مهند دلوقتي. انت نعم. عم عم تقتبس الايات بس عشان اوضح للمشاهد بتقتبس الايه روميا أه، 3 24 متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح روميا 5 1 فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح لانه اللي بيسمعونا من الدول العربيه يمكن ما بيدرك بالضبط لما بتقتبس الايه بدون الشاهد تفضل ابو مهند أنا بديش أطول يعني أنا بقدر أحط الآية بديش أطول يعني على ولا يهمك بل علينا أن نعترف بذنوبنا ونرجع بتوبة صحيحة حينئذ يكون الله مستعدا لمسامحتنا والصح والصف عن آثامنا على أساس ما عمله الرب يسوع المسيح عنا على عود الصليب. أمين شكرا كثير الأمر هذا يتعلق بقبولنا له عندما يغفر الله لنا خطايانا لا يعود يذكرها فيما بعد امين لان أمين. المسيح مات عن خطايانا صارت لنا الامكانيه ان نموت بدورنا عنها وشكرا شكرا, شكراً ابو مهند ربنا يباركك شكرا كثير خليني اخذ مكالمه من جورج من السودان على سكايب. تفضل خيا جورج حبيبي تفضل جورج من السودان تفضل الأخ جورج معانا على السكايب تفضل أوكي. طيب شكراً كثير. طيب راح الخط. إخوتي وأخواتي خليني أقول بالختام شيء كتير كتير مهم. ما أكثر الآيات اللي بتبقى اللي فعلاً تظهر. تميز وتفرد يسوع المسيح. يعني في سلطان في يسوع المسيح. لاحظ مش عم بيصلي حتى ربنا يشفي مريض ولا انه ربنا يغفر خطيه واحد لكن دائما منشوف انه في سلطانه الخاص السلطان الالهي عم بيعمل هذه الامور وكلامه دائما مباشر. لما جاء الأبرص وقال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني قال له أريد فطهر تقدم ولمس الأبرص لم يتنجس المسيح كالعادة لكن هذا الأبرص تطهر بطهارة يسوع المسيح في مرة ثانية شخص أعمى في أريحة قال له يا ابن داود ارحمني سأل يسوع ماذا تريد ان افعل بك؟ قال له يا سيد ان ابصر فرد له البصر والبصيره في آن واحد. في مره ثالثه احبائي التلاميذ كانوا خايفين على بحيره طبريه، جاء المسيح ماشيا على الماء لانه لا توجد عنده قانون اعظم من الجاذبيه. وعندما دخل السفينة هدأت العواصف لدرجة قالوا من هذا من هذا حتى الرياح تطيعه له سلطان على الأرواح الشريرة على الشياطين له سلطان على المرضى ليشفي المرضى وله سلطان على الخلق يخلق تعرفوا واحد مات وأنتن أربعة أيام في القبر الرب رجعه إلى الحياة وخلق فيه شيء جديد واحد تاني أحبائي مرة ثاني واحد مولود أعمى تفل وصنع من التفل طين وطلع عينيه وفعلا شفاه مين هو هذا الشخص اللي بنتكلم عنه هو نفس الشخص الذي قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وكما سمعنا أنا الذي أكلمكم من البدء هذا هو يسوع المسيح القادر على كل شيء هو يقدر أن يغفر خطاياك الآن ويكتب اسمك في سفر الحياة سؤال لك هل تريد في هذه اللحظة أن تكتب اسمك في سفر الحياة تحب صل قل له يا رب ارحمني سامحني على كل خطية طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الكريم وادعو المسيح رب إلى حياتك قل له تعال يا رب املك على حياتي وعلى قلبي وساعدني من اليوم فصاعد أعيش لك بصلي من كل قلبي أنه فعلا صليت هذه الصلاة وعلى فكرة منحب نسمع منك منتشجع من اختباراتكو لما منسمع كيف الله اتعامل معكو ويمكن أنت عندك تساؤل في هذا الموضوع اقرأ الكتاب المقدس اقرأ إنجيل يوحنا ولابد أن تكتشف هوية المسيح الرب يباركك